السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنعرفكم على هذه الإقامة السكنية الجميلة اللي راهي قيد الإنشاء في منطقة أو حي برجير الشرق مدينة وهران، واللي الحي هذا يعرف حركة عمرانية كبيرة جدا، وعلى غرار كثير من الأحياء حول مدينة وهران، واللي في القريب العاجل عندما تنتهي كل هذه البنايات ويتم التهيئة ويعني حول هذه المشاريع السكنية سوف تكون لدينا أحياء عصرية عالمية، يعني فيها تكون فيه يعني غزارة للبنايات، وكذلك بأنماط عمرانية ويعني تصاميم مختلفة، يعني الشيء اللي سوف يعطينا سكاي لاين، ما يسمى بسكاي لاين، يعني جميل يختلف تماما على ما اعتدنا عليه مع البنايات نتاع الال بي بي والاديال والسوسيال، يعني العمارات المكعبه هذه. سوف يختلف الامر في هذه الاحياء الجديده نتاع بير الجير، وكذلك حي بلقايد واحياء اخرى اذا في وهران. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.